جيدا بأن إن ذهب إلى المعركة الانتخابية وهو يتبوأ منصب وزير الدفاع، الرجل الذي وعد بتحطيم المعارضة ويعني تحطيم وكسر عظام المعارضة، نراه بأنه يعني خضع لسيناريوهات أمنية تقليدية. ليبرمان يدرك جيدا وهو قوته آخذة بالتراجع لدى شرائح كبيرة في المجتمع الإسرائيلي، يدرك أنه لا مناص من الاستقالة لكي يقول للشعب الإسرائيلي وخاصة لأتباعه وكأنه هو فقط. حزب البيت اليهودي بقيادة نفتالي بنت يقول بأنه بلا حقيبة الأمن في إسرائيل لن نستمر في هذه الحكومة، على ما يبدو الأمور سوف تذهب إلى الانتخابات في نهاية المطاف. ليبرمان يريد أن يدخل المعركة الانتخابية وهو الوزير الذي استقال لأنه رفض الخنوع ورفض الاستسلام لقبول وقف إطلاق النار مع حركة حماس، وكأنه يريد يقول للشعب أنا يدي مكبلتين، لولا أنه تم تكبيل يدي من قبل الكابينات الإسرائيلي أنا كنت استمرت في الحرب حتى تكسير شوكة حماس. على فكرة أنا يعني أراهن على أن المعركة الانتخابية اليوم تم من خلال هذا المؤتمر الصحفي إطلاق الشرارة الأولى في المعركة الانتخابية.